داود كان ختام الوحدات التدريبية لمنتخبنا الوطني تحضيرا لمواجهة منتخب قطر. المهمة كانت وحدة تدريبية صباحية فقط ركز خلالها كاساس في تدريبات اليوم الصباحية على تصحيح الأمور اللي أو الأخطاء اللي حدثت في تدريبات يوم أمس من خلال عرض مقاطع فيديو للاعبين من خلال المحلل الفني للمنتخب الوطني المحلل الفني الإسباني. لذلك كاساس عرض مقاطع فيديو خاصة بتدريبات يوم أمس للاعبين ركز خلالها على تصحيح الأمور في الجوانب الدفاعية وأيضا في الجوانب الهجومية. ومثل ما شاهد داود يعني حتى في المؤتمر الصحفي تحدث كاساس بثقة عن وضع المنتخب الوطني، عن الاستقرار، عن إمكانية منح الفرصة لأغلب اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الوطني، حتى موضوع استبعاد لاعب من اللاعبين لحد الآن يعني غير معلوم هذا الموضوع، لاعب واحد راح يتم استبعاده. يمكن الموضوع الوحيد اللي ركزت عليه خلال تصريحات كاساس في المؤتمر الصحفي، يمكن أنا لأول مرة أشاهد كاساس مستاء يعني بهذه الطريقة في أحد المؤتمرات الصحفية، برغم وجه الوجه المبتسم دائما لكنه كان مستاء، وخصوصا من موضوع سؤاله عن الاستقرار وكثرة التغييرات، تغييرات اللاعبين. سأل أحد الزملاء الصحفيين عن كثرة التغييرات وموعد الاستقرار على التشكيل النهائي للمنتخب، لأنه الاستحقاقات الرسمية هي على الأبواب. لذلك كاساس كان مستاء من هذا السؤال بصراحة، وسأل الصحفي كل الموجودين بالمؤتمر الصحفي ما هو الاستقرار برأيكم، وبعدها رده كان واضح بأنه بالنسبة لي كمدرب الاستقرار عندي هو الاستقرار على التشكيل، الاستقرار على وضع المنتخب الفني وليس على الأسماء، كيف ألعب بأي طريقة ألعب، أنا لازم أستقر على وضع اللعب وعلى تشكيلة اللعب اللي أخوض بها المباريات، وبعدها أستقر على اللاعبين دائما. وأيضا ذكر نقطة مهمة بأنه شنو اللي حصل المنتخب العراقي وشنو اللي حصده خلال السنوات السابقة من عملية الاستقرار على اللاعبين، وذكر فقط كأس آسيا في 2007. أكد بأنه هذا موضوع الاستقرار ما جينا من عند المنتخب العراقي سوى بطولة واحدة، لذلك هو يركز على الاستقرار في طريقة اللعب داخل الملعب. بس أحمد ركز لي على